أجمل شيء عشناه في هذه الحلقات، حلقات فاتبعوني وتتبع سنن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الاكتشاف الجديد. سبحان الله، كل إنسان في تخصصه، في فنه، في أي جانب من جوانب الحياة، كل ما اكتشف شيء جديد، معلومة جديدة، اختراع جديد، جهاز جديد، يشعر بسعادة، بفرح، بأنس، في لذة. لذة هذه يمكن نسميها لذة الاكتشاف، إنه الإنسان اكتشف شيء ما كان يعرفه، ما كان الناس يمكن عارفينه، فيحس بخصوصية، يحس بقوة، يحس بقدرة، موهبة من الله سبحانه وتعالى يحمد الله عليها. سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم عجيبة، كل ما ندخل في سنة من السنن نفحصها، نتأمل، نعمل بها، نحاول نتعلمها، نكتشف فيها عجائب تحليلها، فوائدها، منافعها، شيء عجيب فعلا. الإنسان يوقف وقفة الحيرة، وقفة التعجب، وقفة التسبيح لله سبحانه وتعالى. إذا كنا نسبح الله سبحانه وتعالى في كثير من جوانب الحياة، ففي حياة نبينا صلى الله عليه وسلم فعلا باب من أبواب التسبيح. نعرف معنى قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. هذا العبد، هذا العبد السيد، عبد كامل لله، سيد على خلق الله. عبوديته لله تعالى جعلت له السيادة على كل العبيد، شيء عجيب في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أجمل شيء اللي أتمنى فعلا أنه شباب، البنات، الناس، أحبابنا كلهم، كل اللي تابع معانا فاتبعوني، أتمنى أنهم يعيشوا هذا الإحساس، إحساس التعرف. تعرفوا يعني من أجمل الأشياء اللي أنا أعيشها، يعني شخصيا أعيشها معيشة ولذة، وحس فيها إحساس خاص ما ألاقيه في أي شيء في جوانب الحياة الثانية، لما يحصل موقف أو قصة أو واقعة وأتخيل شيء يشابه هذا الموقف من حياة حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأبدأ أعمل مقارنة، أبدأ أعمل تحليل، أبدأ أشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ذا كيف عمل. كنت مرة من المرات مع واحد من أصدقائي، كنا في سفر، فكان في هذا السفر جاءت المضيفة سألها: اسمك مين؟ قالت له: اسمي فلانة. كان اسمها اسم جميل فعلا، فقال لي: أنا والله بتفائل بالأسماء الجميلة، دائما لما أسافر أحب أسأل. وكان يعني خجول شوي، حس أنه ارتكب خطأ، فاعتذر مني، يقول: سامحني بس أنا عندي شوية فضول. قلت له: لا لا لا، هذا ليس فضول، لكن هل تعلم أن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أصلا كان في السفر يسأل الناس إذا قابل أحد يسأله عن اسمه، وأنه كان يحب يأخذ بالفعل الحسن، يتفائل بالأسماء الحسنة، والتفاؤل شيء جميل في الحياة. قال: والله أنا أول مرة أعرف هذه المعلومة. هو نفسه حس أنه استفاد حاجة، وأنه عنده شيء يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده إحساس عجيب. الجميل في المصادفة أنه كنا في الطائرة متوجهين إلى المدينة المنورة أصلا لزيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان الإحساس طبعا إحساس أكبر وإحساس أعظم. عندي إحساس كان آخر، أنه كيف الناس قريبين من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه من الأشياء اللي من عمق فكرة مشروع فاتبعوني، وفكرة برنامج فاتبعوني اللي أخذناه من الآية الكريمة من كلام الله سبحانه وتعالى، إنه في أشياء كثيرة في حياتنا إحنا فيها نشبه النبي صلى الله عليه وسلم. كان واحد من الصالحين يقول كلام جميل، يقول: من أحلى الأشياء اللي أنا أعيش فيها إحساس وحلاوة لما أحس وأتذكر إنه المخلوقات في الكون هذا أشكال كثيرة: الأشجار، الأرض، السماء، الجبال، الزهور، القمر، الشمس، الأفلاك، المجرات، الإنس، الجن، الملائكة، المخلوقات كلها لها أشكال، لها صفات،
لها ألوان، لكن لما أتخيل أنه أحب هذه الكائنات كلها إلى الله، من؟ سيدنا محمد. هو أحبها، أحب الكائنات إلى الله، هو أعظمها كلها، هو سيد الكائنات كلها في السماوات وفي الأرض، هو سيد هذه الكائنات كلها، وهو من بني آدم، وأنا مخلوق على نفس الصورة اللي الله سبحانه وتعالى اختارها لحبيبه، عينين وشفتين ولسان وجه ويدين ورجلين وبطن وصدر. هذه الهيئة لما بس أفتكر نسبة المشابهة الجسدية بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشعر بكرم، أشعر بكرم، كرم رباني عجيب، أشعر باختصاص، أشعر باختيار، أشعر باصطفاء رباني كبير. كيف تخيلوا لما يكون مع المشابهة هذه الجسدية مشابهة قلبية؟